بعد قليل تنطلق هذه المباراة المنتظرة بين الفريقين، ومعناها الفرق متقاربة في أسفل الترتيب، خاصة نادي حمام الأنف الاتحاد الرياضي المنستيري شبيبة القيروان بدرجة أقصي. إلى حد الآن الفريق قبل 26 هدف ونسبة ضعيفة للتهديف، والمحاولة خطيرة وتصطدم بالقائم. أبرز فرصة من جانب فريق الملعب التونسي لإحداث الفارق هنا في ملعب الشاذلي زويتن، والخروج النصر الشعباني، والفرصة متواصلة والتصويبة بعيدة، وأيضا تبادل المراكز على مستوى الخط الأمامي. علاء المرزوقي مالك الأندلسي، البحث على التسليم للملعب التونسي، والياس جلاسي والتصويبة أرضية، ومن جديد كريم العواضي والهدف الأول. لا الكرة باش تبقى لصالح جرومبيليا الرياضية، بتبع الهدف ما يحدث بش، والكرة لصالح جرومبيليا الرياضية، والمخالفة مخالفة، الإشارة بوجود مخالفة. الكرة لصالح محمد أمين عمامي، والمخالفة للمدافع المحوري لجرومبيليا الرياضية، وبطبع ما يحتسبش الهدف المسجل في من كريم. ممتاز الكرة لمالك الأندلسي، مالك الأندلسي، والكرة من جديد لصالح الملعب التونسي على مستوى الأجنحة. الملعب التونسي يسعى لبناء عملية ثنائية وثلاثية، هذه المرة ركنية لمالك الأندلسي بعد محاول إيجاد الحلول مع علاء المرزوقي. إذن كرة ثابتة أخرى للملعب التونسي، ربما هدف يغير من نسق هذه المباراة. كرة في المحور والهدف الأول، الهدف الأول بالنسبة للملعب التونسي وهاشم عباس. قلت هدف أول وهدف يغير معطيات هذه المباراة، والملعب التونسي يستحق أحداث الفارق باعتبار كان أكثر إصرار على التسجيل والصعود للمدافع المحوري هاشم عباس، والتسجيل على مستوى القائم الأول بعد ركنية أحسن تنفيذها الملعب التونسي، والتسجيل لهاشم عباس. إذن هدف مقابل صفر لفريق البقلاوة، إعادة للركنية المنفذة من مالك الأندلسي، والصعود الناجح والاقتناص الرأسي الناجح لهاشم عباس أمام الحارس الناصر الشعباني. وقلت حتى أثناء النقل أن الملعب التونسي كان أقرب للتسجيل في هذا اللقاء، وهاشم عباس ينجح في التسجيل. فريق البقلاوة أمير الدريدي، والمحاولة والتصويبة من الحبيبي، والكرة الأخيرة خطيرة لصالح لأن كرة في وسط الميدان. ونهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بفوز والأسبقية للملعب التونسي، هدف مقابل صفر، هدف مسجل من هاشم عباس. إذن دقيقة صمت في هذه المباراة، أحد حبيب الملعب التونسي اللي وفاهم الأجل المحتوم. بطبع كان المنتظر باش يكون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة. جرومبيليا الرياضي نصر الشعباني، بلال بن إبراهيم، حسام البجاوي، حسام الحبيبي، ما توصلش إلى لمجد الشهودي، اسكندر الشيخ، سيف الدين الجربي. الكرة التصويبة والمحاولة من جانب الملعب، من جانب جرومبيليا الرياضية في نفس الملعب أمام نادي حمام الأنف. معناها تواصل اللقاءات الهامة. كرة لصالح اسكندر الشيخ، اسكندر الشيخ وخارج الميدان، وترجع الكرة للملعب التونسي. لمجد الشهودي، لمجد الشهودي، والنصر الشعباني بصعوبة يبعد الكرة الأخيرة للركنية. الملعب التونسي على التدرج، لمسة واحدة بالكرة، لمجد الشهودي، لمجد الشهودي، التوزيع على مستوى القائم الثاني، والكرة تبقى للياس الجلاسي، والفرصة متواصلة لفريق البقلاوة. التوزيع لمجد الشهودي، ثم علي العابدي، والهدف الثاني، الهدف الثاني لعلي العابدي والملعب التونسي. علي العابدي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. ممتاز الملعب التونسي هذه المرة، وضعية سانحة والنجاعة موجودة. وقلت الفريق اللي جسم الأهداف هو اللي ينتصر.
هذه المرة النجاعة كانت من جانب فريق الملعب التونسي، والهدف الثاني والإصرار متواصل من فريق البقلاوة لاقتلاع نقاط المباراة اليوم. إذا هدف ممتاز للملعب التونسي، معناها البحث والإصرار على تسجيل بالنسبة للمدافع والظهير الأيسر علي العابدي، والنصر الشعباني هو اللي كمل معناها دخل الكرة في الشباك بعد المحاولة اليسارية من علي العابدي، والأسبقية مرة ثانية من جانب فريق الملعب التونسي. الملعب التونسي ثم انتقل للمستقبل والمحاولة خطيرة، المحاولة خطيرة لكرومبيليا الرياضية مع سعود محمد أمين عمامو في محاولة لتذليل الفارق، لكن الكرة انصدمت بلاعب آخر من كرومبيليا الرياضية. نشوفوا المحاولة محمد أمين عمامو وانصدمت بمحمد أمين العويشاوي، حاول يخرج الكرة الحارس حمدي القصراوي بصعوبة السعود لعمامو وتصطدم بمحمد أمين العويشاوي و المالي في ملعب موديبو كيتا النجم الرياضي الساحلي في كأس الكاف من فريق سوبر سبور. والمحاولة من ارنست للملعب التونسي، والتألق للحارس الناصر الشعباني يتفادى الهزيمة قبل هذه المباراة. 5 انتصارات للملعب التونسي قبل هذا اللقاء. محمد بن علي في التوزيع، والمحاولة الأخيرة من جانب حسين بن يحيى كان في وضعية غدا موعد على الوطنية الأولى مع مباراة لا تقل أهمية بين الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي المنستيري، والفوز السادس بالنسبة للملعب التونسي وهزيمة كرومبيليا الرياضية، وكل شيء ممكن والحوار متواصل في أسفل الترتيب إلى نهاية البطولة يوم 14 ماي. هدفان مقابل صفر، أهداف هاشم عباس وعلي العابدي، وإعادة من جديد للأهداف المسجلة في هذا اللقاء. هاشم عباس بعد ركنية مالك الأندلسي، ثم سيأتي في الشوط الثاني الهدف الثاني. ولم يحقق نادي كرومبيليا نتيجة إيجابية كما مباراة الأسبوع الماضي بعد التعادل في سوسة حق الانتصار الملعب التونسي. وعلى هذه المشاهد بعد الهدف الثاني نأتي إلى نهاية النقل الملعب شادي زويدن، مع تحية محدثكم عبد الرحمن العاشي، إلى اللقاء في موعد أخرى على الوطنية. معناها كنا عارفين المباراة هذيا معناها باش تكون صعيبة ضد منافس معناها مباشر نتاعنا، بعدين شفت الروح هذيا مباراة نادي بلدك مباراة نادي بلدك حكينا مع الملعبية عندو كونفيرمي اليوم الحمد لله يا رب الملعبية تطبقوا تعليمات، كنا كل يد واحدة معناها قلنا ما بخل حتى حد، بقالي ميريت كبير للملعبية هذوما ان شاء الله بقدره ربي الفيكتوريا هذه تخلينا ان شاء الله من هنا قدام باش نخدموا في اكثر اريحيه، وان شاء الله الملعب التونسي نرجعوا لكم ان شاء الله.